كنشكروا هذه المبادره اللي عطانا سيدنا، مبادره يعني جديين. كاينين الناس اللي ما خدامينش، كاينين الناس اللي باركين، كاينين الشبان باركين، كاينين العيالات ما خدامينش. يعني جاتنا في واحد الوقت ديال الازمه، يعني ما خدامينش، جات كورونا، جات هذه الازمه. يعني ملي جابوا لنا هذه المبادره حنا فرحانين. كنشكر مجلس العماله، مجلس عين حروده، يعني تعاونوا معنا. وكنشكر سيدنا اللي عطانا هذه المبادره، يعني اللي الناس ما عندناش شنو، ما عندناش وما كناش نحلموا بلاكيس، ولا عندنا لاكيس ضمان اجتماعي ما كنا عمرنا حلمنا به. انا دابا قداش لاقي، دابا انا عندي 45 عام ولا 40 عام ما عنديش ضمان اجتماعي. يعني ملي داروا لي الضمان الاجتماعي فرحت بهذه المبادره. يعني العيالات كامله تفرحوا، ما كان عندنا والو، ما كنا باركين لا خدمه لا ردمه. وملي جات هذه المبادره دابا حنايا خدامين في هذه الروضه سيدي قايد حجاج. يعني هذه المبادره خاصنا هذه المبادره ديال سيدي قايد حجاج على اليوم، هذه المبادره خاصها تكون على طول السنه. يعني هذه 14 ما كافياش الروضه. شوف انت شحال ديال الصابه، يعني الربيع موجود، هاد الصابه موجوده مغطيه القبوره، يعني ما عندش بنادم فين يدفن. وكنطلب من المحسنين يعني يشوفوا لنا شي روضه اخرى، يتعاونوا معنا على شي روضه. يعني هاد الروضه راه كاينين لهاد القبوره مقدام، ولا يدفنوا فوق منهم. يعني حتى الناس اللي كانوا كيجوا يزوروا عائلاتهم وولادهم والفاميلا ديالهم ما بقوش كيقدروا يجوا يزوروا، حيت يخافوا يدخلوا لهنايا للروضه. يعني حناش عقرب شي حاجه، وين كانت مغطيه، كان هادشي كله مغطيه حتى كتشوف. يلا دابا كنبينوا على هاد القبوره. وكنشكر سيدنا ونشكر هاد المبادره اللي تبرع بينا ليا سيدنا، وعاس سيدنا وعاس سيدنا. يعني وقف معانا ملي عطانا هادشي، ما كناش كنحملوا حاملينش بهاد الخدمه، ما عمرنا حلمنا بها. وانا فرحانه، يعني الكرا بزاف الحوايج كيجر في عباد الله، كاين اللي كيقري ولادو، وكاين اللي ما لاقيش الخدمه ما كايناش، الابواب مسدوده علينا. وانا ملي تبرع لينا سيدنا بهاد المبادره فرحنا فرح كبير وفرح صغير. حنا من الناس العاطلين اللي ما خويا ما خدامينش. وبالنسبه لهاد الجمعيه ديالنا هاد الزناتاق اللي مرأس بها السيد يزيد، عيط علينا حنا تقريبا اكثر من 46 شخص اللي غادي ندخلوا لهاد الورشه هادي باش غادي نقيو الروضه ديال السيدي حجيج. وبالنسبه للمدرسه ديال عين حروده جوج زناتها، وبالنسبه للثانويه وعندنا عاوتاني وحدين. ولكن بالنسبه لاربع شهور شويه كتبان لنا حنا شويه قليله، ما كرهناش اننا نخدموا على طول العام، لاننا محتاجين بزاف شويه الفلوس وشويه ديال، عندك وليدات، عندك المدرسه، عندك الكرا، عندك بزاف الحوايج. يعني بطبيعه الحال ما كرهناش حنا على طول العام. ولدي مسدود، مرت ولدي مسدوده، وعندي واحد البنيه عندها 4 سنين تنتكلفت معاه، والكرا تنبيع الملحه، تنبيع الميكا في السوق، ما تنجيب والو، تنجيب ديك 300 داك 400 ما قادياش. الله يزيد في ايامكم. ومن دخلتونا هذه الخدمه افرحنا وسعدنا. حنا تنتعاونوا مع القبوره المدينه، كنا ليها وتنتعاونوا وتنحيدوا الربيع. الله يزيدهم، الله يعطيهم صحيحتهم، والله يزيد في ايامهم. ومن دخلونا الخدمه الله يطول عمرهم، والله يفرحنا وسعدنا.